ان الكوره ان الراجل من الشرقيه بيعدي بمنتهى السهوله ويعمل في حته ضيقه مساحه كوره نفس الكوره الاولانيه. طيب ناخد كابتن ناخد استاذنكم ناخد الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق والمحاضر بالاتحاد المصري والافريقي. كابتن ناصر اهلا بيك. كابتن حميد تحياتي ليك وتحياتي للكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع والكابتن سمير كمال. اهلا بيك يا فندم. اكيد يا كابتن ناصر طبعا يعني اكيد هسالك على رايك في هذا الحكم. اولا بدايه كابتن عبد الحميد طبعا خلينا نتكلم عن الحكم نتكلم من الناحيه الفنيه طبعا يمكن في حاجات كثيره جدا في الملعب ارتكبها الحكم يمكن الجمهور العادي ما يقدرش ياخد باله منها. يعني انا هقول اول حاجه هبدا بس بحاجه يعني صغيره جدا يمكن الكل شافها الشوط الثاني ادى 3 دقائق وتضيع. طبعا يعني انا بقول دي فضيحه. فضيحه ان الحكم يدي 3 دقائق وتضيع وهنحسبها يا كابتن عبد الحميد نحسبها تحكيم ونحسبها دون الانحياز للنادي الاهلي ولا حاجه. تمام. اولا حصل ان الحكم توقف المباراه نتيجه الدخان اللي كان موجود والالعاب الناريه اللي حصلت في الملعب وطبعا هو وقف المباراه. هقول بالظبط كده دي دقيقتين المباراه توقفت لمده دقيقتين. لما بنيجي نحسب التبديلات في كابتن عبد الحميد كم دقيقه كابتن وقف كم دقيقه وقف الدخان دقيقتين؟ ندي دي نص دقيقه للتبديلات. احنا عملنا تبديلات الشوط الثاني 6 تغييرات في التبديل بس كابتن عبد الحميد بنقول نص دقيقه للتبديل عندي تقريبا ما بين دقيقتين ونص مع دقيقتين 4 دقائق ونص. الاصابات اللي اثناء الشوط الثاني حصلت توقف اللعب فيها يمكن 3 مرات. انا هقول في دقيقتين تاني يعني مش اقل من 6 دقايق اقل حاجه يا كابتن عبد الحميد 6 دقايق في الوقت بدل الضايع. انا طبعا انا اتفاجئت ان هو ادي 3 دقايق وطبعا انا بقول هنا القرار قرار غير هدف يعني دقيق من الحكم ودي حاجه. حاجه تانية طبعا عدم يعني توفر الحمايه الكافيه للنادي الاهلي. انا بتكلم تحكيم هناك بعض المخالفات والعقوبات الانضباطيه اللي كان يجب على الحكم ان هو يشهر فيها البطاقه الصفراء في اكثر من موقف واكثر من حاله. لعيب الوداد للاسف الشديد الحكم كان بيامر باستمرار اللعب وما كانش بيدي العقوبه المناسبه للاعب. في عندي حالتين مهمين جدا. الحاله الاولى الحارس الوداد لما لعب الكوره وكان مع عبد الله السعيد لم يرتكب عبد الله السعيد اي مخالفه مع الحارس بالظبط والكره اتنقلت في نص الملعب والحكم اشار باستمرار اللعب هنجيبها جول. اتفاجئنا كلنا يا فندم ان احنا بنلاقي الحكم بيحسب مخالفه لحارس المرمى. طبعا انا بستغرب ازاي لما لقاه واقع يا كابتن ناصر لما لقاه واقع ولما لقى النادي الاهلي هيجيب جول. الحاجه الثانيه طبعا ادى اتاحه فرصه كابتن حميد للاعب الوداد. احنا بنقول لما تشير بتاعه الفرصه واللاعب بيروح ياخد الكره ويروح وبيعدي مره واثنين وهو يعني هو ما بيستثمرش الفرصه ما رجعش ادي الفاول الثاني للاعب. يعني بديله مستين مره بديله تحت فرصه واللاعب بيمشي اكتر من 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 من, من وقت وارجع ثاني اديله المخالفه ثانيه. طبعا حاجات كثيره جدا في المباراه للاسف الشديد الحكم لم يوفر الحمايه للاعب النادي الاهلي لم يعطي قناعات كمان للنادي الاهلي. بنتكلم في الضغوط ده المفروض كحكم كبير حكم رقم واحد لم يتاثر بالضغوط لكن للاسف الشديد هو تاثر بالضغوط وتاثر بعامل الملعب والارض والجمهور. بقول طبعا لا يا كابتن ناصر انا بختلف مع حضرتك في هذه النقطه تحديدا ان هو تاثر بالجمهور. هو ما تاثرش بالجمهور هو بيتاثر بالجماهير كان تاثر بجماهير مصر الغفيره في اللقاء اللي مصر صعد فيه لكاس العالم لكن هو ما تاثرش وكان في ضربتين جزاء قبل ضربه الجزاء اللي احتسبها كان فيهم شك يعني هو ما حسبهمش لايمانه ان هم مش ضربات جزاء وحسب ضربه الجزاء اللي شافها فاكيد هو ما تاثرش بالجماهير. لا في طبعا في موضوع ثاني خالص غير تاثره بالجماهير وتاثره بالارض. والله يا كابتن حميد خلينا نتكلم في انا بتكلم طبعا كتحكيم انا بتكلم على هذه المباراه بالتحديد. هناك بعض القرارات اللي هي طبعا انا مش لاقي لها اي تبرير من الحكم. الحقيقه طبعا انا بقول ان النادي الاهلي النهارده اتظلم يعني اتظلم تحكيميا لم يوفر الحكم الحمايه الكافيه للاعب النادي الاهلي. هم حتى كمان اللاعبين شعروا بذلك في المباراه وخلي بالك ده انعكس على اللاعبين داخل الملعب يا كابتن حميد وده عكس كمان على الجهاز الفني. يعني النهارده لما انت جهاز فني بتشوف ان الحكم مش مديك حقك اكيد ما تبقاش تبقى انت مش مركز في المباراه. للاسف الشديد النهارده النادي الاهلي لعب وقدم مباراه بشكل كويس ولكن طبعا التحكيم كان النهارده مش موفق بالمره. مش هو بس خلي بالك ده هو والمساعد رقم واحد والمساعد رقم اثنين. يعني يا كابتن ناصر انا بس يعني باكد على كلامك ان هو ادى انذارين لقلب الملعب بتاع الاهلي احمد فتحي والسوليه يعني ان هو بيقول لهم خلي بالكم لو لمستوا اي حد ثاني في كارت احمر وطبعا انذارات
المفروض كان يديها لفريق الوداد بلا يعني بلا اي داعي تغاضى عنها. لكن انا عايز اسالك على ضربه جزاء ازار، هل هي ضربه جزاء ولا انا لسه هتكلم في الدقيقه 5؟ لسه هتكلم في الدقيقه 5. اتفضل. خلي بالك يا ابن حميد، انا بقول هناك ركله جزاء لم تحتسب لوليد ازار، بقولها بامانه، لان هنا انا مش يعني النهارده اللاعب الوداد لم ينجح في لعب الكره، ولكن خطا تم باهمال نتيجه دفع لاعب وليد ازارو كان في الدقيقه 5، كان يجب احتساب ركله جزاء صحيحه نادي الاهلي. مباراه الذهاب بقولها وبقولها دون التحيز للنادي الاهلي ولا حاجه، هناك ركله جزاء لم تحتسب لوليد ازارو في الدقيقه 5 من الشوط الاول. حضرتك رصدت حالات ثانيه ولا كانت دي الحاله اللي انا عامل تحليل الهدف. طبعا تحليل لسه انا هبعته على موقع اليوم السابع دلوقتي. الهدف انا مش عارف اكتب ايه ولا ايه ولا ايه، حاجات كثيره جدا يا كابتن حميد. الهدف صحيح يا كابتن ناصر؟ الهدف صحيح. لا الهدف صحيح يا كابتن عبد الحميد، مفيش فيه اي حاجه. تمام. ولكن انا بقول في ركله جزاء لم تحتسب، في هناك عقوبات بالانذار لم يعطيها الحكم للاعيب الوداد، لم يعطي الوقت لبدل الضائع بشكل الصحيح طبقا للقانون، لان القانون وضح تماما وقال ان الاصابات والتبديلات وتوقف اللعب يجب ان الحكم يعطي الوقت بدل الضائع بشكل صحيح. ولكن للاسف الشديد هناك اخطاء كثيره في هذه المباراه كابتن حميد، يعني وللاسف هو حكم رقم واحد في القاره. بقول يعني هارد لك نادي الاهلي، وان شاء الله يعني يتوفق في المباراه القادمه. كابتن ناصر، لما ده الحكم رقم واحد في القاره الافريقيه، يعني ايه اللي استفاده النادي الاهلي؟ والله يا كابتن هنقول ايه يعني، واحنا بنقول برضك ان يعني دوت بنقول الاتحاد السكن دي مباراه نهائيه، ويعني لابد ان الحكام تتعود على الضغوط، لابد ان اختيار الحكام مهم جدا في المباراه اللي هي على سلم الترتيب، اختيار الحكام مهم جدا كابتن، خاصه في المباراه خارج الملعب. بقول ان الحكم، انا بقول لك ان الحكم تاثر، زي ما تقول ان لان المباراه هناك في اخطاء كثيره جدا حصلت في المباراه. مين هي مبياتها يا كابتن قبل الماتش؟ مين الحكم؟ وكابتن كمان ناصر، يعني كمان المباراه السابقه برضو بين الاهلي والوداد برضو ضربه جزاء واضحه جدا جدا اللي برضو لوليد ازارو ولم تحتسب. بالضبط. يعني هو يعني في ايه؟ طيب حضرتك شايف، نبعد بقى عن حضرتك يعني خبير تحكيمي، يعني خليك واحد زينا جمهور من جماهير مصر، شايف الصوره ازاي؟ والله انا شايف ان يجب يا كابتن عبد الحميد، يجب تطوير التحكيم في القاره الافريقيه. يعني انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، يعني هناك التحكيم الاسيوي في تطوير، يجب ان يكون هناك تطوير على منظومه الحكام في افريقيا، يجب اعاده نظر في اختيار الحكام للمباريات الكبيره، يجب اعاده النظر في ازاي نطور من الحكام، نصعد حكام تانيين يعني في الفتره اللي جايه. اعتقد هناك لجنه حكام جديده في الاتحاد الافريقي، يعني المفترض ان هي تبدا بخطه التطوير في الفتره القادمه، لان احنا عاوزين نقول ان يعني هم الحكام اللي بنشوفهم للاسف الشديد هم في الفتره الاخيره هم اللي بيلعبوا في كل الماتشات. الغريب في الغريب يا كابتن عبد الحميد، يا كابتن ربيع، في حاجه مهمه جدا، خلي بالك الراجل ده ركز عالم. النهارده الحكم هيلعب مباراه المغرب، منتخب المغرب. طب انا هسال سؤال بس يعني للكابتن شريف والكابتن ربيع والكابتن سمير جابور، ماذا لو حدث النهارده الوداد اتغلب على ايد هذا الحكم وحصلت مشاكل، ازاي تحط هذا الحكم في مباراه المنتخب مش عارف المباراه اللي جايه؟ مش عارف يا كابتن، كوت ديفوار هتكسب خلاص، هو اداهم البطوله دي على حسابنا احنا، يعني بصلهم الماتش ده، قالوا كفايه عليكم كده، وهم عايزين معجزه هناك، لازم يكسبوا ويتعادلوا. الحكم ده اللي هيحكم مباراه المغرب. ما انا بقول لك بس هناك، مش النهارده الوداد غلب ده هيحكمها في كوت ديفوار بظروف. يعني انا بسال السؤال دوت، هل ينفع ان انا النهارده بعين حكم في مباراه الوداد وبرجع اديه مباراه ثانيه المغرب؟ طبعا دي يعني انا شايف ان ده كان يجب ان تقييم الحكم. والحكم ده يا كابتن عبد الرحمن رايح كاس عالم، يعني ده الحكم اللي هيمثل افريقيا في كاس العالم. طبعا رايح كاس عالم. هو تقييم الحكم يا كابتن لاخر مباراه ليه بيقيم ان هو سيء او كويس عشان يحكم مباراه دوليه بعد كده؟ بيتهيألي يعني على حسب معلوماتي. لا هو متعين يا كابتن سمير، هو متعين اوريدي، هو متعين في مباراه. يعني هو متعين في مباراه المغرب قبل ما يلعب المباراه اللي هي النهائي. خلاص هو متعين، خلاص هو مظبط نفسه بقى، عنده علاقات. طب كابتن ناصر، يعني الظلم التحكيمي البين ده والواضح ده في ضربات جزاء، يعني انا بتكلم في ضربات جزاء، وضربات جزاء كل الناس بتشوفها ان هي ضربات جزاء، يعني ما بقاش فيها شك. ليه قدام النادي الاهلي تحديدا، وليه في البطوله الافريقيه تحديدا هو الاهلي صاحب المركز الاول بجداره في الظلم التحكيمي؟ والله يا كابتن عبد الحميد، انا يعني هي حاجه باي لك كده، يعني هي حاجه يعني حاجه يعني بتيجي بالحظ، ان احنا كل ماتش من اول ما بدانا مباراه بيدفست وفي ظلم تحكيم النادي الاهلي، حاجه بالحظ. أنا
متابع كابتن حميد في اكثر من مباراه من خلال مشوار النادي الاهلي في البطوله. هناك اكثر من ركلات جزاء في المباراه، مش ركله جزاء واحده، يعني في مباراه انا يمكن رصدتها وحللتها يمكن في ركلتين جزاء لم يحتسبوا النادي الاهلي. كل مباراه طبعا في اكثر من ركله جزاء. انا ما بتكلمش على ركله جزاء، انا بتكلم على المباراه بصفه عامه كده. هناك حاجات في الملعب بيتم يعني احتسابها، حاجات طبعا زي ما قلت لحضرتك يمكن احنا كحكام بنشوف الحاجات دي كويس قوي قوي، بعض الحاجات الجمهور عادي ما بيشوفهاش. انا بتكلم على المباراه النهارده بشكل عام، هناك في اخطاء كثيره ارتكبها الحكم في المباراه، عدم توفير الحمايه بقول ثاني للنادي الاهلي. النهارده لما بتيجي النهارده المدافع وسمير كمونه موجود عندك كراجل مدافع، لما بتديني انذار في البدايه انا النهارده بتكتف في الملعب ما بقدرش العب طبعا. يعني النهارده ما اقدرش اخش باي ولا اي التحامات ولا اي حتى حوار مع الحكم ولا مع اي التحام. انت النهارده بتلعب وانت خايف، شعور اللاعبين بالخوف يا كابتن ده مهم جدا جدا. يعني يجب زي ما قلت ان الحكم يوفر الحمايه ويشعر اللاعب بالامان. النهارده انا ما فيش قناعات لدى اللاعب النادي الاهلي بالحكم، وبالتالي حصلت الاعتراضات في الملعب نتيجه القرارات الخاطئه. كابتن ناصر عباس يعني انا بشكرك جدا على هذه المداخله والتوضيح. نعرف درجه كام؟ لا من الكلام اللي بيقوله طبعا درجه. تديله كام من 10؟ برضه كابتن ناصر يعني يا كابتن كل الاخطاء اللي قالها دي اديله كام؟ معلش برضه عشان ناكد ان ده حكم سيء النهارده. بركه ايه ده حكم خسر النادي الاهلي؟ النادي الاهلي خسر بطوله افريقيا.